مرحبا، أهلا وسهلا بكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا جمال الصحة على كنار تي في صوت العرب من كندا. أنا محدثكم جمال الشريف. اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا جدا أثاره الدكتور حسام محمد عبد السلام اللي كان معنا قبل عدة أسابيع على موضوع الهشاشة، ولكن الموضوع لم ينتهي هناك، فكانت هناك كثير من الأسئلة وكثير من الاستفسارات عن موضوع أكبر من موضوع الهشاشة. موضوع الهشاشة هو جزء أو مشكلة مرضية بتصيب الإنسان وبتصيب السيدات أكثر شيء كما قاله الدكتور في هذه الحلقة، وللأسف تعاني منه الكثير من السيدات في مجتمعنا. ولكن المشكلة الكبيرة هو شيء أعقد من ذلك، وهو مادة الكولاجين. المادة الكولاجين اليوم حنتحدث عنها بتفاصيل أكثر. معنا مستضيف الدكتورة هدى المنصور. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا بك دكتورة هدى. هي أخصائية في صحة المجتمع، وهذا اختصاص مهم جدا جدا، للأسف هو قليل جدا في مجتمعاتنا، ولكنه من الاختصاصات التي يجب علينا التركيز بها. دكتورة حاصلة على ماجستير من جامعة نوتردام، وأيضا بوس ماستر من جامعة توماس جيفرسون الأمريكية، وهي أيضا مشاركة مع الدكتور حسام في عدد البراءات الاختراع التي حصل عليها بعدة أمور، ومنها الموضوع الذي سنتكلم عنه اليوم. الدكتور حسام معنا اليوم كمان؟ أيوة أكيد معنا اليوم إن شاء الله. خليني أعرف بدكتور حسام، لأنه في كتير ناس يمكن راحت عليهم الحلقة الماضية. طبعا السيرة الذاتية لكلا الدكتورين الدكتور حسام والدكتورة هدى يعني طويلة جدا، أنا حاولت أختصرها قدر المستطاع. الدكتور حسام استشاري جراحة عظام، وحصل على زمالة ما بعد الدكتوراه الأمريكية من بوست دكتورال فولو من جامعة توماس جيفرسون الأمريكية، له 11 براءة اختراع. الدكتورة هدى هي شريكة معه في هذه البراءات الاختراع، وسبع براءات اختراعات منها مسجلة في الأمم المتحدة والباقي مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية. جميع براءات اختراع تعمل للحفاظ على الشباب، وما شاء الله عليهم، انتم شايفين شباب وصحة، وأيضا مكافحة الشيخوخة، وهذا شيء مهم. ومن المواضيع التي تكلم عنها الدكتور في الحلقة الماضية اللي هو موضوع هشاشة العظام وكيف يتم مكافحته. طبعا هناك عدة اختراعات كتبت عنها صحف عالمية ومجلات عالمية، منها IEEE ومجلة PubMed أو مجلات PubMed والجاستية الأمريكية وبوابة الأبحاث الأمريكية. طبعا أهم منتج اللي خرج منه الدكتور اللي هو هدى لايف، اللي حيكون جزء من كلامنا اليوم عنه. دكتورة هدى خلينا نبدأ معك. طبعا أنا زي ما حكيت أنا حاولت أختصر السي في قدر المستطاع لضيق الوقت. الكولاجين، أنا عارف أنك محضران أنت PowerPoint، بتحبي نحطه على الشاشة ولا نبدأ معك في البداية؟ ما هو الكولاجين؟ في البداية الفكرة من مشاركتي مع دكتور حسام في الأبحاث هذه والاختراعات، وأنا مثلاً public health، أنا صحة مجتمع، لكن بصراحة شدني موضوع الهشاشة
وموضوع الكولاجين اللي اتضح من أبحاث الدكتور وأبحاثنا مع بعض إنه عامل مهم جدا يعني في تحسين الصحة المجتمع ككل. من نظرتي كأخصائية صحة مجتمع، أنا اهتميت قبل كذا بمرض كان يتعب المواليد الجدد، هو تكسر الدم الوراثي، ولله الحمد حطينا يعني حاولت مع فريق كبير أن احنا نضع قوانين لإصدار قانون قبل الزواج يطبق على أساس حاملين الصفة يعني ما يتزوجون مع بعض يعني بدون ما يأخذون الحذر. فالحمد لله طبقت هذه القرارات والآن ابتدى ينقرض هذا المرض الوراثي. هذه هي وجهة نظري أو وجهة عملي كأخصائية صحة مجتمع، أني أطبق برامج صحية لتحسين المجتمع. لقيت المشكلة الثانية بعد كذا اللي هي تقلق الطب يعني الببليك هيلث في كل المجتمعات، اللي هي الهشاشة. الهشاشة هذه مرض خطير يعني عند الكبر يصاب فيه الكبير في الوقت اللي هو يحتاج القوة، وفي نفس الوقت منتشر في كل البلاد يعني مو بلد واحدة. طبعا الهشاشة لها علاقة كبيرة بالكولاجين، موضوع العصر الآن هو الكولاجين، لكن الحمد لله يعني احنا كنا السباقين في ربط موضوع الكولاجين بأمراض أخرى سنعرفكم عليها اليوم، بحيث يعني يكون في فائدة أولا يعني الحياة بصحة لمدة أطول شباب، وفي نفس الوقت المرض. إذا الكولاجين هو مش فقط مرتبط بموضوع الهشاشة. أيوة، هم ما يعتقدون أو اعتقاد السائد إن الكولاجين للبشرة والدعم للجسم وكذا. الحمد أنا حذكر هذا في الباوربوينت، إحنا تطرقنا إلى خاصية جديدة في الكولاجين أعطت يعني الصدارة للكولاجين في أمور كثيرة غايبة للآن على الوسط حتى العلمي. إحنا أخذنا فيها براءة بفضل الله، ولكن ما زلنا نحن الوحيدين الذين نعرف يعني هذه الأسرار. لذلك أنا أعتبرها فرصة كبيرة وجدا أن نظهر على الشاشة الآن لأهلنا عرب كندا، بحيث أن احنا يعني العرب دائما الحمد لله بفضل الله يعني سباقين للنظريات العلمية والاختراعات الجديدة، يعني سباقين في العلم، هذا مو جديد والحمد لله. يعني الدكتور حسام أيضا مصري ومن أصل مصري، والمصريين لهم يعني باع كبير في العلم يعني. فالحمد لله أن احنا فتحنا باب جديد، والحين معاكم أنتم حتكونون يعني من الأوائل اللي يطلعون على أسرار الكولاجين. شكرا دكتور. نحن فخورين بك وبالدكتور حسام. وجود شخصية مثل الدكتور حسام ومثلك في مجتمعنا العربي تثبت أن العربي له باع كبير، ليس فقط في الشعر ولكن بالعلم أيضا، بالطب، بالعلوم. وتسجيل 11 براءة اختراع أكبر دليل، يعني لما تسجل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ليس موضوع سهل وليس موضوع بسيط. هذا بفضل الله وحوله الحمد لله. يعطيكم ألف عافية. الله يسلمك. هي البرزنتيشن موجودة ها؟ نعم، إذا تحبين نبدأ فيها تفضل. أيوة، الآن الكولاجين طبعا هو الكولاجين، احنا هنتكلم عن الاكتشاف الجديد في الكولاجين، لكن الكولاجين متعارف عليه هو زي ما هو باين هنا في الباوربوينت الشريط الطويل هذا. هنا هنتكلم عن ما هو الكولاجين، الطرق الحالية للعلاج، والطرق الجديدة اللي احنا يعني جبناها هذه نستعرض معكم. تفضل اللوحة اللي بعدها. الكولاجين هو واحد من مجموعة بروتينات، طبعا بروتينات بعشرات الملايين في جسم الإنسان، البروتين الكولاجين واحد منها. طبعا الشكل اللي على الناحية اليمين هو الكولاجين، يعني عبارة عن حزم من الحزم من ألفا 1 وألفا 2، اثنين من ألفا 1 وواحد من ألفا 2، يعني ثلاثة ألفا يلفون على بعض. لكن البروتين الباقي اللي انتم شايفينه مكعبر وكذا، أنواع كثيرة من البروتينات، يعني تقريبا ملايين البروتينات. إنما الكولاجين يتميز إنه طولي زي كذا، عبارة عن ثلاث أشرطة من الألفا، وهذه الأشرطة تلف على بعضها وتطلع بشكل الكولاجين. كل ما لفت كذا وشدت، كل ما شد الجسم وشد العضل، وكل ما كان الإنسان شباب.
وهذه النقطة اللي هنتكلم عنها. اللي بعده يعني نظارة البشرة تعتمد على طريقة شد هذا الكولاجين. أكيد، لكن في شيء جديد أيضا هنكتشفه الحين من الكولاجين. الشريحة اللي بعدها هنا برضو توضيح أكثر، إن كل شريط من شرائط البروتين الكولاجين يتكون من زي ما أنتم شايفين حبيبات اللي هي مبينة كور، لكن هي عبارة عن أحماض أمينية. إحنا هنا نستعرض إن كيف حزم الكولاجين تتجمع وتكون وتروح مكونة أنسجة الجسم جميعها، يدخل في تكوين أنسجة الجسم، الضام يدخل في القلب، يدخل في الشرايين، العظام، العضلات، كل حاجة تتوقعها، صلبية العين بالمتكونة من الكولاجين. يدخل في تركيب كل هاي الأجساد، كل هاي الأعضاء اللي موجودة. واو. أوكي. بالضبط. لكن الكولاجين فيه نوعين منه، ممكن الشريح اللي بعدها هنا يبين لنا أن الكولاجين عبارة عن 28 نوع. أهم نوع كولاجين 1 اللي هو تقريبا اللي هو يدخل في تركيب العظام والعضلات والقلب والشرايين وكل اللي من نسيج الضام، هو يدخل في الكولاجين رقم 1، إلا الغضاريف. الغضاريف اللي المفاصل ما يدخل فيها كولاجين 1، هذه لها كولاجين 2 اللي هو شكل من مجموع الكولاجين 5%، إنما كولاجين 1 95%. إذن هذان الكولاجين 90%، أقصد 90% كولاجين 1، 5% كولاجين 2، باقي الكولاجين اللي هو 26 نوع 5%. إذن أهم نوعين هم كولاجين 1 كولاجين 2، وإحنا قسمناهم إلى نوعين علشان حنتكلم كل واحد حيأثر على إيش. هنا شكل الكولاجين اللي هو زي الثلاث أشرطة باين هنا في الشريط في الباوربوينت، متداخلين، وكل ما كانوا محزومين متضارفين كل ما كان الإنسان شباب أكثر. وفي الصغر يعني هم يتفتحون ويتعب الإنسان بأسباب حنذكرها. إذن هاي نظرية كيف الناس بتجعد وبصير عندها شيء. أيوة بالضبط، الكبر هو يعتمد على هذا على الكولاجين. هنا أيضا يعني تقريبا نفس الكلام. يعني الشيء اللي نحكيه في هذه السلايدات إنه معظم أعضاء الجسم مكونة من الكولاجين، خاصة العضلية. أيوة العضلات والبشرة هنا باينة، نظارة البشرة تعتمد على الكولاجين. شوف الطبقة اللي في النص في الشريحة اللي في البشرة، نعم، فيها هي الكولاجين. هذا كانوا في السابق يعتقدون هذه بس وظيفة الكولاجين، إنه دعامة للجسم. الشريحة اللي بعدها، طيب هنا الغضاريف اللي هي كولاجين رقم 2 اللي هو يأثر على الركب والمفاصل، الكوع، الرسغ، كل هذا نوع الكولاجين رقم 2، والركبة أهم شيء. طبعا كل الغضاريف تتكون من كوندراتين وهايلورونيك أسيد وجلوكوزامين وكولاجين 2. كولاجين 2 يا دكتور، دكتورة، لما واحد بيكبر بالسن بتزيد عنده مشاكل المفاصل. أيوة طبعا بهذا السبب نفسه، لهذا السبب نفسه ان الكولاجين على الكبر حيفقد حاجات انا حتكلم عليه في الشريحه اللي بعدها. يعني اوكي، هنا اعتقادات خاطئه، ان يعتقدون ان لما الانسان يكبر ينقص وتقل كميه الكولاجين، وهذا اعتقاد خاطئ، لان تناقص اللي انت تسال عليه الحين، نظاره الشباب تبدا بعد سن الأربعين شوي تبتدي تنقص. ينقص هم يفتكرون ان الكولاجين نقص، لكن لا، الكولاجين ما نقص، اللي نقص هو نشاط الكولاجين مش كمية الكولاجين. وهذا هو تقريبا الاكتشاف الجديد اللي توصلنا له، ان الكولاجين له خاصية وهو نشط، خاصية كهربائية سميناها احنا البيزو الكتريستي. هذه يعني هي السبب في ظهور التجاعيد، في ظهور كبر السن، في كل أعراض الكبر، هي أن للكولاجين نشاط كهربي فقد ابتدى يفقده. طبعاً يفقده بسبب فقد بعض العناصر مش بسبب نقص الكولاجين. العناصر إذن اللي يقال أن واحد مع كبر السن يفقد الكولاجين، هاي نظرية خطأ. لا، غير حقيقية. أوكي. الإنسان ما يفقد الكولاجين، ولكن اللي يحصل له أن الكولاجين يفقد نشاطه بس، ونشاطه ليه؟ لأن الأمعاء
بعد سن الأربعين يبدأ يقل امتصاصها. هذه النقطة لازم نركز عليها، امتصاص الأمعاء يقل بعد سن الأربعين. نعم. إذا قل الامتصاص بعد سن الأربعين في عناصر مهمة مهمة للكولاجين تكون فقدت، فالكولاجين هنا يصير dysfunction، ما يقدر يتعطل، ويتعطل بالتدريج وتظهر الأعراض. العناصر طبعا احنا جمعناها في المركب هذا اللي هو مكمل هودا لايف، وهذه العناصر هي اللي بإذن الله زي مفعول السحر للإنسان اللي عند ابتدى يحس بهذه الأشياء، لأنه حترجع له الأمور المركبات اللي ناقصة. طبعا المركبات اللي ناقصة هي كبريت، تورين، لايسين، الألفا لبطريق، وحنتكلم عنهم في على فكرة مثلا فيهم، نتكلم عن واحد منهم الحين هنا اللي هو اللايسين. هنا يعني في حاجات معينة اكتشفناها لم ينتبهوا لها. الحمض الأميني هذا اللايسين، الليسين يعني حمض أميني essential أمينو أسيد، يعني إذا ما توجد ما يصنع داخل الجسم، يؤخذ من برا، وفي نفس الوقت لا يخزن، لا يصنع ولا يخزن. لذلك سووا بحث لقوا 50% من الشعب الأمريكي عنده نقص في عنصر الليسين. طبعا هم لأن عملوا البحث في أمريكا، لكن هم يعني نعتبر أن شيء معناته أن الناس عندها نقص في الليسين. هذا من أحد العناصر اللي تضعف نشاط الكولاجين وتسبب ظهور الأعراض تقدم العمر، من ضمنهم احتكاك الركب، احتكاك الركب والهشاشة. لذلك الهشاشة ما لها حل، لأن كان في أسرار لم تكشف بعد عن موضوع الكولاجين. وبإذن الله إن شاء الله الآن أي أحد يعاني من الهشاشة لن تعد تلك المشكلة الخطيرة بإذن الله، أو حتى احتكاك الركب. نعم. طب دكتور أنا عندي هون سؤال مهم جدا. اللي بنحكيه انه احنا كثير من السيدات عشان موضوع التجاعيد ينصحوا بانه ياخذوا كريمات، وهاي الكريمات اسعار خياليه بالمئات الدولارات يصرفوا عليها. فهمت قصدك صحيح. انا والله لسه مكلمتني واحده امس والله، قالت لي انا جبت ما ادري بكم كولاجين ولا استفدت بشيء. فانا قلت لها ليه ما كلمتينا يعني في الاول كيف حبوب كولاجين؟ اولا الكولاجين لو فتحت الشريط اللي بعده حنلاقي استنى هنا احنا حنتكلم عن حبوب الكولاجين الحين، انا كاتبه عنها كلام لان هذه اعتقادات خاطئه عن الكولاجين. كانوا يعتقدون ان يتناولون حبوب الكولاجين لان يعتقدون الكولاجين نقص، لكن حبوب الكولاجين اللي ياخذونها صحيح هي عباره عن كولاجين. الكولاجين عبارة عن تقريباً 3000 أمينو أسيد متراص على بعض، فهذا لا يمكن امتصاصه، يعني لازم حيتكسر وحيتحول إلى أمينو أسيد واحد يعني عدة يعني فردي. فالأمينو أسيد لما تاكل الكولاجين حيتفكك إلى أمينو أسيد. لما يدخل الأمينو أسيد هذا لما يمتص الأمعاء في ملايين البروتينات منتظرته، ملايين أنواع من البروتينات اللي هي هتستقبل هذا الأمينو أسيد وتحطه وتشكه في تكوينها. فمش أكيد حيروح لأنه يروح يكون الكولاجين اللي عندنا هذا. فلذلك فكرة أنك حتاخذ كولاجين، الكولاجين اللي حتاخذه مش حيدخل كولاجين، حيتحلل ويدخل أمينو أسيد، أحماض أمينية حتنتشر في كل مكان، مش حتروح لبروتين الكولاجين. وانت عارف أن عندنا 10 ملايين نوع، من عشرات الملايين أنواع من ضمنها الكولاجين. فمعناته هذا السبب انه مش هذا الحل، وهذا اعتقاد خاطئ. اولا هو الكولاجين في جسمك موجود، انت محتاج كولاجين، انت محتاج تعرف ايش الخلل اللي حصل في الكولاجين اللي عندك، اللي هو ما يصير الشد هذا. ايوه، وحنتكلم عن كل عنصر احنا وضعناه في هدى لايف اللي هو النقص في الامعاء كيف اشتغل على كل على كل. يعني دكتوره انت الان نسفتي موضوع الحبوب، وهذا طبعا أكثر شيء مكلف، لأنه حبوب الكولاجين $60-$70 $80 العلبة. أيوة، لأنهم يحطون يعني هي فكرة تجارية يعني لا أكثر ولا أقل. يعني الجسم مش محتاج للكولاجين لأنه حيتحلل زي اللحمة، ما أنت تأكل لحمة خلاص نفس اللحمة يعني. طب ما بالك في الكولاجين اللي بيجي بالكريمات هذا اللي نفس الشيء ولو سألت الناس وتابعت معهم
ما في ذاك الفايدة يعني. يعني لو في أحد استفاد يعني، اللي كلمتني أمس والله قالت لي ولا استفدت ولا شيء، لكن لو في أحد استفاد يعني حتكون نسبة بسيطة، والحالة النفسية يمكن هي اللي تخليه يحس، لأن الكولاجين ما يدعم يمتص بالطريقة دي، هو يدخل كأحماض أمينية. نشوف الشريحة اللي بعدها. فيا يا سيدات الآن انتبهوا للموضوع، والدعاية اللي بتشوفوها على التلفزيون والمصاريف اللي بتصرفوها على المكياجات اللي هو تبعت التجاعيد، لأنه واضحة الآن الصورة أنه المشكلة مش بكمية الكولاجين، المشكلة في ارتباط الكولاجين وطريقة أيوة. الكولاجين في الشباب عنده طاقة، عنده خاصية بيزو إلكتريستي كهربية. طبعا احنا الكلام هذا من اختراع مسجل وحاصل على براءة من مكتب براءة الاختراعات الأمريكية، يعني كلام اللي نقوله الآن حقائق، ما هو يعني كلام من غير مراجع، يعني في له مرجعية كبيرة. الحين نكمل ايش هي، ايش اللي توصلنا له في براءة الاختراع. طبعا احنا قلنا ان في خاصية الكولاجين، هي الخاصية البيزو إلكتريستي هذه تخليه يقدر يقوم ببناء بدء، يعني زي شرارة بناء تتم في جميع أنسجة الجسم. مين المسؤول عنها؟ الكولاجين النشط، هو اللي يحث الأوستيوسايت انها تبتدي ايش في كل مكان، في العظام، في الأعصاب، في العضلات، في كل مكان تبتدي انها تبني، هو اللي يعطيها إشارة البناء. يعني شوف هذا الكولاجين هنا باين، شريط الكولاجين اللي هو عامل زي الحلزون الثلاثي، الحلزون الثلاثي، وأول ما الإنسان يتحرك ويركض لازم الواحد يعني الرياضة والحركة مهمة والشمس، هذه الأمور طبعا مع المكونات اللي في الكولاجين تخليه اللايسين والحاجات اللي تشد الكولاجين لما تحرك رياضة أو حركة الكولاجين ينثني كده زي ما أنتم شايفين في الصورة. لما ينثني الكولاجين هنا تحصل فرق جهد، يعني شوف الكولاجين اللي هو شاب يعني قبل 40 أو الإنسان اللي محافظ على نفسه وعنده لايسين وعنده العناصر والكبريت والتورين اللي احنا حاطينها في هذا المركب تكون متشبع فيها، فهو حيكون مشدود، ولما تسوي رياضة أو تمشي حينحني كذا. لما ينحني الكولاجين حيكون في جهة فيها بوستيف والجهة الداخلة هذا نيجاتيف، هنا اللي حيبدأ عملية البناء في الكولاجين. لما يعمل الشكل هذا المنطقة ذي حتحث عملية البناء، أنسجة الجسم، سعر أنسجة الجسم. بهذه الطريقة فقط الكولاجين يحافظ على شبابك، مش بكثرة أو نقص الكولاجين، بنشاط الكولاجين. نشوف الشريط اللي بعد. هنا شرحناها أن الحركة مهمة مع العناصر اللي حنتكلم عنها، هي عناصر غذائية طبيعية، ولكن لأن بعد سن 40 الامتصاص يقل، فالإنسان مش هيقدر يأخذها من الأكل. يعني مثلا كان قبل يعني كان يأخذ الكبريت مثلا بنسبة الطبيعي مثلا نقول 50-60%، لما بعد 40 تبتدي تصير مثلا 30%، فالأكل اللي انت تاكله مهما تاكل مش هتقدر تاخذ على الكمية المطلوبة. فلذلك الحبة في مثلا في الحبة واحدة من الدواء هذا فيها زي 20 راس ثوم أو 20 بيضة أو خيشة بصل، يعني 2 كيلو بصل. هذه الأشياء ما نقدر ناكلها لأن احنا ما عاد نقدر نمتص المعادن، هذه الحاجات اللي احنا محتاجينها للجسم، العناصر دي ما نقدر نمتصها بالكمية الكافية. يعني عشان نوصل للرقم اللي مطلوب لجسمنا بدنا كميات أكل كبيرة. أيوة. جدا يعني أيوة، يعني تخيل احنا محتاجين مثلا لايسين محتاجين لا يقل عن 70 ميلي جرام مثلا في اليوم. طيب احنا حنلاقي منين اللحمة؟ الكيلو اللحمة فيه 5 جرام اصلا، 5 جرام في بدك جمل. ايوه، فمن هنا حتاخذ كم كيلو؟ يعني عشان تحصل على اللايسين حتاكل لك مثلا 10 كيلو، صعبه يعني. وهنا ما ينفع نطبق نظام عشان عين تكرم قبيله عشان اللايسين باكل ال 10 كيلو، ما ينفع، حتجينا امراض وحتجينا تعب ثاني. لذلك احنا حطينا في العلبه هذا الحبه الواحده فيها مثلا
ما يعادل اللي موجود في الكبريت اللي فيه 20 راس ثوم. اللايسين هنا الموجود فيه 10 كيلو لحمة. وخلي بالك الناس اللي يشترون الكولاجين يشترونه غالي، هو مع ان المركبات اللي هنا غاليه جدا، الالفا لبويك، ولكن موجود هنا الالفا لبويك اعظم في اللحمه موجود، بس بكميه بسيطه جدا تحتاج لك كم كيلو عشان تحصل عليه. لذلك احنا يعني وضعنا حاجات قيمه وضعناها بكميه كافيه رغم تكلفتها عاليه، الى ان احنا حاولنا نوصل منتج، ومع ذلك ترى المنتج قيمته يمكن ما تجي 28 دولار. هذا المنتج 90 حبه، لو لقيت في العناصر حقتها 30 حبه واقل حتى من التركيز اللي فيه توصل لك في مئات الدولارات بجد. يعني حتى لو دخلت الامازون حتشوف المحتويات اللي فيه. لذلك احنا ركزنا العناصر اللي في المكمل اللي كانت تعطي فايده مباشره، يعني ما ياخذ 3 أسابيع يحس بشيء بتحسن واضح عنده اللي يستخدمه يعني باذن الله. الشريحه اللي بعدها هذه براءه الاختراع تاكد الكلام الحمد لله. طبعا الطرق اللي بيعالج فيها احتكاك المفاصل، احتكاك المفاصل ايضا بسبب زي ما قلنا المفصل يتكون من الغضاريف، المفصل تتكون من كولاجين رقم 2. الكولاجين رقم 2 موجود بنسبه نص مكونات المفصل غير المية يعني، ولكن هم مش عارفين كيف يعملون نشط الكولاجين، لأن كولاجين تو لو هو نشط هو اللي يطلع الكوندراتين ويطلع الجلوكوزامين ويطلع الهيلورونيك أسيد اللي هم الثلاثة مكونات المفصل، اللي هيلورونيك أسيد هذا اللي في الإبرة يأخذونه أحيانا. فالطرق العلاجية الموجودة هي يعطونهم مسكنات، طبعا هذه أسوأ طرق العلاجية معروف. ليه؟ لأنها أولا المسكنات تمنع إفراز الإنزيمات الخاصة بالبناء للغضروف نفسه، فأنت كذا يعني زي اللي منعت أثرت عليه سلبي. بعدين في عندك أن المسكن يخلي المريض ما يحس بالألم، فالمريض يروح يدوس ويشتغل على الركبة ويمشي ويروح، هذه تزيد التدهور الوضع أكثر وأكثر. بعد في بعض الأمور يعني زي أنهم يعطونهم مركب الكوندروتين. الكوندروتين هذا واحد من مكونات الغضروف وكويس، لكن الكوندروتين برضو نفس الشيء، وحجمه كبير الجزء وما يمتص، نسبة بسيطة اللي تمتص. طبعا الكوندروتين يعني تقريبا نص مكون المفصل، هو 15 مثلا نقول نصه 50% كولاجين، النص الثاني اقل شوي كوندروتين، 2% اللي هو الهيلورونيك أسيد والجلوكوزين. طيب كيف عالجوا الكوندراتين؟ قلنا هذا ما يضر ولكن نفعه قليل جدا. في ناس قالوا يعطون أوبر الهيلورونيك، هذه مش ضارة، أوكي كويسة إيه، لكن هي بتعالج مشكلة ليست أكثر من 1% في المفصل، في المفصل يعني. أنت بيحسون أول مرة اللي يأخذون الإبرة أول مرة تحسن شوية، بس بعدين مش هيعطي تحسن كثير لأنه هو بس هيعالج 1%. ايضا ممكن الجلوكوزامين برضو يشعر بالتحسن، بس هو اصلا الجلوكوزامين يمتص كويس ما في مشكله، لكن حتى لو امتص هو اصلا مشكل المشكله 1%، فيعني مش هو المشكله يعني. فهمت كيف قصدي؟ واضح. الشريحه اللي بعدها هنا توضيح اكثر، هذه مكونات الغضروف. شوف الغضروف هنا، الغضروف السليم باين كيف لما حصل احتكاك وكذا، الفرق بين الركبة هنا وهنا، هنا في تآكل في الغضروف. مكونات الغضروف 70% ماي، والباقي ينقسم على كولاجين وكوندراتين الأساس نص بنص، في 1% هيلورونيك أسيد وجلوكوزامين، هذول اللي هم حاولوا يعالجونهم هيلورونيك أسيد والجلوكوزامين، لكن ذول ما يشكلون لواحد في المية. عطوه كوندراتين برضو، الكوندراتين اللي عطوه ما يمتص كثير فمش هيعالج قصة كثير، لكن لو عالج الكولاجين حيفرز المكونات دي كلها. وبفضل الله هدى لايف ابدا يعني ارانا نتيجة رائعة لكل من عنده احتكاك في الركبة، بس الاحتكاك في الركبة فيه مراحل، مرحلة اولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، فاللي في المرحلة الاولى والثانية يستفيد اكثر شيء. المرحلة الثالثة يعني عشان نكون صريحين
ما الاستجابة ضعيفة. لذلك أول ما يحس الإنسان بمظاهر الأعراض الشيخوخة أو الكبر تقدم العمر والاحتكاك يبادر بسرعة بالحل الصحيح اللي وصل إليه العلم الآن بفضل الله. لو بعد الأربعينات خلينا نحكي. من بعد الأربعينات كوقاية يعني مش لازم نستنى لما نتعب. طيب بعد إذنك في شوية أسئلة يمكن لأنها بنفس الموضوع أنا عارف بتحب الأسئلة في النهاية. بس هذا السؤال جاوبنا بقول لك في كولاجين على شكل كبسولات هل هي مفيدة؟ جاوبتي هذا السؤال إنه لا لأنها لا تمتص. ولا الواحد يسلق له بيضتين أحسن له؟ البيضتين يمكن يكونوا أحسن صح؟ طبعا. طيب في سؤال برضو مهم من الأستاذ محمد علي بقول وين تباع هذه المنتجات اللي هدى لايف؟ أنا بدي أعطيكم بس السبيلينج تبعها يا شباب كلمة واحدة HUDA هدى من هدى لايف LIFE اللي هو حياة. تفضل دكتورة وين ممكن نشتريها؟ هي تباع في أمازون كندا. طبعا أنا حضيف في النهاية في الموقع أو التليفون برضو ممكن تسألونا لو حبيتوا أي استفسار حنترك التليفون وهو موجود بس في أمازون كندا. اللي خارج كندا يمكن يكون ياخذونه بالأرامكس اللي هو في كندا يعني أرامكس اشتراك كندا يقدر يوصلهم بإذن الله. سؤال مهم جدا يمكن جاوبت جزء منه لكن حابب أسألك إياه، هل أخذ الكولاجين يخفف من أوجاع الظهر؟ لا لا نفس الكلام نفس الفكرة. الكولاجين ما 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 ينهضم ويتكسر ويدخل كأمين أسيد يعني ما حيحل مشكلة يعني أبدا ونسبة بسيطة لو أحد تأثر فيها. إذا ما هوش الحد يعني عشان بس أوضح للجميع اللي دخلوا معنا الآن دكتورة بتحكي very clear إنه المشكلة مش في مشكلة الكولاجين يعني الناس كلها متوقعة إنه المشكلة في الكولاجين هي المشكلة في بعض العناصر اللي بتقوي الكولاجين وبتخلي طريقة شده صحيحة فالكولاجين بيرخي مع العمر بسبب نقص عدد من العناصر ذكرتهم وهلأ حتحكي عنهم بالتفصيل. هذه العناصر لأنه الجسم ما بيمتصها فهدى لايف بعطيك هاي العناصر وبالتالي جسمك بشد الكولاجين. يعني هو الموضوع انه انت ما عندك مشكلة في الكولاجين فبتأخذ كولاجين ما بتستفيد لانه اصلا ما عندك نقص فيه. فهذا هي النقطة اللي بدها توضحها اعتقد الدكتورة صح ولا لا يا دكتورة؟ صح كلامك. احنا نبي نرجع الخاصية الكهربائية للكولاجين بالعوامل المساعدة اللي حواليه اللي هو فقدها بسبب نقص الامتصاص اللي حصل في الامعاء للإنسان بعد سن الأربعين. فكل واحد بعد سن الأربعين لازم يأخذ الأربع عناصر اللي موجودة في هدى لايف وحنتكلم عنهم الآن بوضوح وكيف كل واحد. تفضل. اللي شريحة اللي بعدها هي الحين طيب بالنسبة لعلاج الهشاشة أيضا في اعتقادات خاطئة جدا يعني أكثر من احتكاك الركبة. يعني احتكاك الركبة يأخذون حاجات ممكن تفيد فائدة بسيطة جدا وقليلة لكن ما تضر إلا المسكنات. لكن علاج الهشاشة العظام للأسف كل العلاجات ضارة اللي الآن. أول شيء استخدام الكالسيوم. أولا مريض الهشاشة مش مشكلته أبدا نقص الكالسيوم وهذا هو يعني مفهوم خاطئ وكان طول الوقت يتكلمون عنه. مريض الهشاشة نقص الكبريت وليس الكالسيوم مشكلة عنده. لذلك الكالسيوم خطر أنه يترسب على الأنسجة الرخوة الشرايين يعني ممكن في القلب يعني أماكن يترسب فيها الكالسيوم تعمل مشاكل كبيرة. فالكالسيوم هذا المفروض ليس هو الحل للهشاشة إطلاقا. وعلى فكرة حتى اللي يأخذون الكالسيوم لازم يأخذون مغنيسيوم شوية معه يعني عموما عشان ما يمنع الترسب حق على الأنسجة الرخوة. إنما الكالسيوم ما هو حل للهشاشة مع انه هو الدواء الاول للدكاتره كالسيوم. ايوه هذه الحين العلم الحين اختراعاتنا باذن الله تعمل تغيير كبير. يعني هذه الافكار اللي نقولها جديده وبالنسبه لعلاج الهشاشه كلها معلومات جديده ولكن يعني اخذت وثيقه حتى من الاف دي اي الامريكيه ومن ان هذا يعني اختراع ومن هيلث كندا جديد الحمد لله يعني. ومن هيلث كندا ومن هيلث كندا وزارة الصحة مخصصة وكل حاجة. في استخدام فيتامين دال أيضا يستخدمونه.
هو فيتامين دال طبعا مهم جدا، خاصة اللي عايش في الأماكن الباردة وكذا وما في شمس، هذه فيتامين دال مهم جدا. بس لو تاخذ من السردين، على فكرة السردين مصدر رائع رائع رائع، السردين لفيتامين دال، يعني هذا الكلام الناس يمكن مش منتبه له، والسردين يعني أحسن الأسماك في فيتامين دال طبعا، والشمس مهمة. لكن مع ذلك في ناس يعني في الأماكن اللي باردة وكذا يحتاجون يأخذون فيتامين دال، ما في مشكلة يعني الدكتور يعطيهم شهر شهرين أو شيء. لكن مريض الهشاشة للأسف فيتامين دال قد يضر في مريض الهشاشة، يعني في سبب له ضرر، لأن فيتامين دال يطلع يخلي العظام لمريض الهشاشة تنتج مادة سامة اسمها الـ FGF23. هذا بعد شيء جديد، معلومات جديدة، لكن أخذت كمرجعية في مجلة الأدوية الأوروبية، وأخذت مرجعية في أستراليا في جامعة في أستراليا كامبيا كوين في أستراليا. بالنسبة لبعضهم يستخدمون هرمونات، يقول لك مثلا المرأة بعد ما سن 40 وكذا نقص الاستروجين في روح، يعطون يعالجون على أساس يعالجون الهشاشة بالاستروجين، لأن له مضار خطيرة، سرطانيات ثدي وسرطان، يعني موضوع الهرمونات المفروض الواحد ما يتدخل فيه. في أكثر شيء وأخطر شيء، وهذا نبي نوسع له، يعني إن مرض الهشاشة للأسف يعطونهم مرض، يعطونهم فعلا مرض، هو دواء اسمه البوسفوسفونيد. هذا البوسفوسفونيد طبعا له مسميات أخرى، لكن لو عندك أب أو أخ أو أم أو أحد كبير افتح الدواء حقه وشوف مكتوب فيه ايه. صحيح. تركب مركب البوسفوسفونيت، انتبه للموضوع خطر جدا. حتى هنا الهيئة الدواء والغذاء الأمريكية كاتبة، الـ FDA الأمريكية كاتبة منتقدة البوسفوسفونيت، وكاتبة انه يسبب، هو المسؤول عن كسر عنق الفخذ للي يتعاطاه، وكاتبة عليه نبغى البديل. لكن للأسف الشركات كل ما تنزل الـ FDA تطلب البديل وتعمل تحذير عن الموضوع هذا، يغيرون اسمه ويحطون بسفوسفونيت بتركيبة أخرى. أيضا الكالسيوم، هذا تحذير مكتوب هنا، يعني أخذته من FDA المراجع، يعني الكالسيوم عليه انتقادات إنه يترسب وإنه خطير، ما هو حل الضغط والقلب. أيوة. وبرضو كاتبين عن فيتامين دال إنه ليس الخيار، شوفها، فيتامين دال is not the right choice for treatment of osteoporosis، ليس الخيار الصحيح لعلاج الهشاشة فيتامين دال. فهذه أشياء يعني كاتبتها الـ FDA الأمريكية وتطالب بالبديل. الحمد لله إحنا وصلنا للبديل وخلاص، يعني البديل موجود، لكن نتمنى إن إحنا نوصله للناس بسرعة. هذا اللي يحصل لمريض، للمريض اللي يأخذ علاج البسفوسفونيد، كسر بعظمة الفخذ، صاب بالسرطان، سرطان الثدي، المريء، يعني هذه الاحتمالات، العظام تثقل، العظام تتنخر، نخر العظام. وشوف كيف الكسر، هذا الكسر يصيب، يعني صحيح لما تشوف وتذكر اللي حواليك، لا سمح الله، يعني حتسمع الناس ان في واحد عمره كذا وطاح زلق في الحمام، زلق في المطبخ، انكسر، تلاحقيه ياخذ البسفوسفونيت. وعلى فكره الـ FDA ألزمت شركات البسفوسفونيت انها تعمل تأمين للمريض اللي يصاب بهذا الكسر، من حقه يرفع شكوى عليهم، يعني يعطونا تعويض. بس تذكيرا دكتورة، هذا الكسر يعتبر من أصعب الكسور وأكثرها خطورة على الإنسان، يعني أول شيء الموقع تبعه في أرتريز أو أوربة دموية مهمة جدا في المكان هذا، وقد تؤدي إلى طبعا مشاكل كبيرة، الوفاة أيضا هذا الكسر. والمشكلة يس إنه حدثنا الدكتور المرة الماضية حكى إنه معظم اللي بصيبوا بهذا الكسر حتى بعد العلاج بعيشه ماكسيموم تقريبا 5 سنوات، يعني اي صح، صعب جدا، الله لا يكتب على احد. يعني عشان كذا احنا نحذر من مدام وجد البديل، يعني والبديل ترى رخيص، ترى البسفوسفونات غالي، بس للاسف في نقطه الوزارات الصحه وكذا تامن البسفوسفونات، يعني باللي هو غالي، وصاروا يحطونه في ابر، يعطونك اياه في جسمك لمدة 6 شهور، يعني على الأقل الحبوب تأخذها اليوم تبطلها بكرة، لكن الإبرة أول ما تأخذها 6 شهور وأنت تعاني معاناة شديدة، يعني اللي أخذ الإبرة دي. ولكن المريض يعتقد أنه مؤمن وهذه ببلاش وهذه ب6000 ولا مدري بكم ألف، وخذها هو ببلاش وكذا، فيعني هذا كله كلام غير صحيح.
الإبرة دي متعبة لحد الموت يعني، ما ننصح فيها، وخاصة أن هذا يعني مو بس بديل، هو البديل الأكفى واللي ليس له مضار. هدى لايف مكمل غذائي يحل محل هذه الإبرة وأحسن منها. نعم، هذا شيء مهم جدا يا جماعة تنتبهوا له. صحيح، يعني مش بس يعني عشان الجمال وكذا، لا، هو برضو عشان حل المشاكل اللي حاطين لها حلول خطرة مميتة. طبعا هذا هنا نتكلم من إيش الاكتشافات يعني في حقيقة الكولاجين، إن الكولاجين له خاصية كهربائية بيزو إلكتريسيتي، إن هي المسؤولة عن الحفاظ وليست كمية الكولاجين، هي هذه الصفة الكهربية في الكولاجين هي المسؤولة وليست كمية الكولاجين. إن الكهربائية تنقص البيزو إلكتريسيتي الكولاجين تنقص مع تقدم العمر، بسبب مش نقص الكولاجين، بسبب نقص امتصاص الأمعاء لبعض العناصر اللي ذكرناهم. بعدين إن الكولاجين المكهرب هو اللي يبدأ عمليات البناء في جميع أنسجة الجسم، يعني الأول كانوا يعتبرونه زي الأعمدة في الجسم، أعمدة في البيت، لكن طلع إن الأعمدة ذي كلها مواصير وكهرب وموصلة هي اللي تغذي الجسم كله، البناء والحركة وكل شيء في الجسم من الكولاجين، هو اللي مسيطر ومتحكم. حتى الأوستيوسايت اللي في العظام، ما انت عارف العظام متجدد يعني يبني ويهدم يبني ويهدم، هذه الحالة الطبيعية له. فمين المسؤول عن حث هذا؟ هو الكولاجين، يخلي الخلايا الهادمة تشتغل، الخلايا البانية تشتغل، كل العمليات هو اللي يحثها. الكولاجين يتحرك متى؟ يبتدي لما يتحرك، يعني مو معناته كولاجينك كويس معناته ما تتحرك، لازم حركة عشان الكولاجين ما يشتغل ولا يتكهرب إلا مع الحركة. لذلك لو نحط فضل في ناس دكتورة بوصلوا إلى مرحلة تغيير مفاصل ومشاكل، أيوة، بقول لك خلاص ما في حل غير نغير المفصل. أيوة، طيب في ناس توصل إلى أنها عندها 80 سنة ويتلعب رياضة، في ناس مع أنها 90-80 سنة. هذا الناس ليه؟ لأنهم كانوا يتحركون، الكولاجين ما لحق، يعني الكهرباء دي تغذي الكولاجين نفسه أصلا، تنشطه هو نفسه، فيستمرون ما ينقصهم يعني أي نوع من البناء، فذول لا احتكاك ركبة لا. لكن في ناس والله بدري، حتى في ناس ما يوصلون 50 إلا يعني ممكن يشيلون المفصل، والمفصل لا يعوض، وكيف الدكاترة يسمحون نفسهم بسهولة أن يعني ينصحون المريض بأنه يشيل مفصل؟ هذا كله لأن تأمين وحاجات من كذا وتجارة. إنما الإنسان لازم يفكر ألف مرة. لما أنا أعرف واحد والله أخو صاحبتي كان عنده مفصل تعبان جدا، وكانت هي تقول له بس هو مش معانا يعني مش مركز إنه يعني إنه ممكن يفيده، لكن لما جرب ما كان يقدر يصلي، ما كان يقدر يعني، لكن بصراحة أقعد 6 شهور يعني، عشان هو متأخر، فأقعد 6 شهور ورجع الآن يصلي، ولا كأنه جاء هذا المشكلة، وكان رايح ألمانيا يتعالج عشان الموضوع هذا. فالحمد لله يعني هو الوقاية والاهتمام بطبيعة الإنسان وإيش يحتاج أحسن من تبدل نفس الأمور هذه. يعني هذا يغنيك عن أنك تستبدل مفصل، يغنيك عن دواء بسفوسفونيت، يغنيك هنا كيف تحدث الهشاشة. يعني هنا في منظر العظام، العظام عبارة طول فترة الشباب هي في حالة اتزان ما بين البناء والهدم، البناء والهدم. وقت ما الكولاجين يتعب ويفقد الخاصية الكهربائية هو اللي سيطر على الموضوع ده، يقوم البناء يقل لكن الهدم مازال. فإيش عالجوا هنا؟ دخلوا البسفوسفونيت، قالوا خلينا نوقف الهدم، فدخلوا مواد سامة تسمم خلايا الهدم في جسم الإنسان. تخيل كيف أنت تعطي الإنسان خلايا يعني حاجة سامة، لأن الخلايا الهادمة العظام تلتهم الفوسفيت، فهم حطوا بسفوسفونيت مركب مشابه، فتروح تاكله فتمرض أو تموت. فهذا المنطق اللي عشان يخلون الاتزان ثابت، نفس الاتزان، فالمنطق أصلا غلط، هنا سببوا مشاكل كثيرة للإنسان، وأيضا ما حلوا المشكلة. بالعكس اللي حصل إن العظام صارت كثيفة والبنيان حقها ثقيل، وأصبح العظم معرض للهشاشة أكثر. زي ما مثلا عندك كاس من، زي ما قال الدكتور قبل كذا، كاس من زجاج صلب، هم يحاولون يزودون كثافة العظام لما وقفوا الهدم، فزاد الكثافة في العظم زادت،
لكن المرونة فقدت. شفت كيف؟ مرونة العظام نفسها انفقدت. يعني قصدي هو كان طبيعي العظم كان مرن، شوف كيف؟ كان زي كذا، لو طاح ما ينكسر الكاس ده، لأن الكاس ده بلاستيك، لكن هذا الكاس قزاز، فلو طاح هذا يعني العظام الصلبة لو طاحت تنكسر. عرفت كيف الفكرة؟ يعني نجي هنا هنا بس هنا شكل الهشاشة كيف، شوف نتيجة الهشاشة كيف باين. هذا هو. إذا دكتورة هم قتلوا الخلايا الطبيعية اللي بتعمل شيء طبيعي في الجسم اللي هي عمليات التحطيم. بالضبط أيوة. قتلوها بمادة سامة. قتلوها بمادة سامة، تدخلوا في جسم الإنسان. طيب اللي بعدها. يعني هذا يعني شرح بسيط إيش اللي حصل. هنا شكل العظام الفاتح هذا هو الطبيعي لما فقد العناصر اللي هي السلفيت وال يعني أهم شيء الكبريت لما فقده والتورين والحاجات دي طلعت الهشاشة. كيف نرجع بالعلاج؟ طبعا إيش اللي حصل؟ يقول لك أول خطوة هناك ميل أبزوربشن للكبريت، بعدين الكبريت أصلا لما تسخنه يفقد، فهذه كلها أمور تخلي الكبريت قليل. بعدين في يعني حصل نقص في الكبريت، فإيش الكولاجين اللي مترابط بالكبريت، هو يترابط بالكبريت، يترابط بينه وبينه بالكبريت، واللايسين شد عليه بعد، فهو فقد الكبريت. شوف كيف انحل وانفك كذا صار، ودخل مكان الجلوكوز، حرف الجي اللي مكتوب جي هذا الجلوكوز، دخل مكان الكبريت. لما دخل مكان الكبريت الجلوكوز دخل خلاص ارتخى. شوف كيف فك، بدال ما كان عندنا الكولاجين ماسك والعضلات ماسكة، الجلوكوز مهما أخذت من كبريت مكان الكبريت دخل فيه الجلوكوز. فإحنا نحتاج العنصر المساعد اللي فيه دلايف، اللي هو ممكن العناصر اللي هنا فيها عناصر أيضا تحاول تكسر الربطة اللي بين الجلوكوز وبين الكولاجين، فينزل الجلوكوز وتدخل الكبريت مكانه، فيرجع يلم نفسه كذا مرة ثانية، ويجي اللايسين اللي محطوط ويمسك كذا، وبعدين خلاص رجع لل... هذه على فكرة دائما تكون مرتجعة ما فيها مشكلة، كولاجين يقدر يرجع صحيح في جسمك مما ترجع للعناصر اللي فقدها. واضح. تفضل. هنا الفرق بين العلاج تعالج هدى لايف والتعالج بالبيسفوسفونيد. أول شريحة يقول لك العظام الطبيعية. العظام الطبيعية لما الكولاجين يكون فيها سليم حيكون البناء على، والحركة حيكون البناء على خطوط الجهد، يعني أنت ماشي فالبناء حينبني على الخطوط هذه. عرفت كيف؟ حيكون الخطوط دي هي اللي تبني فيها، في ناحية ينبني فيها وفي ناحية لا، فالعظام في مرونة، مش كله مبني، لا، الأماكن البناء في مخلخل، باي فيس يسمونه، فهذا هو العظم الصحي، يكون في مرونة، يكون زي كذا في مرونة، ما يكون زي الكاس كذا لو طاح انكسر. هذا اللي يحصل مع البسفوسفونيت. الآخر شريحة هي التعالج بالبسفوسفونيت. هنا منعوا في البسفوسفونيت، منعوا وقفوا الهدم، والهدم مهم بعد الطبيعي، فتدخلوا عشان يحافظون على الكثافة، فصار يبني صحيح بطيء بس يبني على بعض، ما في تكسير ما في تجديد، فطلع كذا عشوائي وطبشوري. الشريحة سي هذا لو طاح العظم الإنسان ينكسر، بينما الشريحة اللي في النص بي هي تعطي العلاج هدى لايف، رجع الكولاجين سليم وأصبح البناء فيه شيء، في بناء وفي مناطق ما فيها بناء مونس، يعني هذا هو المطلوب. باي فيس. تفضل. وهذا اسم الدواء اللي حابب يعرف عنه في أعلى الشاشة، هدى لايف. أيوه. وهذه براءة الاختراع ثينك اللي حصلتوا عليها. تفضل. الحين هنا في حاجة مهمة، الناس الحين دائما تشوف الانترنت والناس تتكلم عن الشيء اللي يجدد الشباب
ان او الشيء اللي ياثر على الشيخوخه وكذا الميتوكوندريا اللي هي بيت الطاقه. هو صحيح كلامهم لكن هم اغفلوا او ما بعد يوصلون ان الكولاجين هو له 75% في الحفاظ على العمليات الحيويه في جسم الانسان، 75%. بينما الميتوكوندريا اللي الحين العلماء في هارفارد وكذا مركزين على الميتوكوندريا هي تشكل 24% فقط، وفي عامل ثاني اللي هو عوامل النسخ يعني لها 1%. هذول عوامل النسخ اللي هم مسؤولين عن بناء البروتين، بس ذول يعني 1% ومش هتكلم أنا عنهم كثير. احنا ركزنا على الكولاجين لأنه له 75% يأثر على عمليات البناء، وركزنا على الميتوكوندريا. حتى الميتوكوندريا أضفنا عوامل هنا تساعد تحافظ على الميتوكوندريا. الميتوكوندريا اللي كيف تتعب لأنها يتم فيها عمليات البناء والعمليات الحيوية تتم فيها، فالحرق والحاجات دي تروح مطلعة الفري راديكالز ونواتج الحرق تعمل زي سموم في الميتوكوندرية بعد العمر، يعني مع العمر هتكون زي تجمع للسميات. فلذلك هدى لايف في أقوى مضاد أكسدة عالميا وضع فيه، فهذا مسؤول عن أنه يشيل الأكسدة. طيب الميتوكوندرية محيطة نفسها بغشائين أحدهما محكم، يعني من الصعب دخول أي شيء لها، وهذا اللي هم يتكلمون الحين في المبحاث والمراكز كيف يدخلون ويصلحون الميتوكوندريا، لأنهم وصلوا إن الميتوكوندريا هي سبب الشيخوخة، لكن ما وصلوا يعني طريقة أفضل من فضل الله من الطريقة اللي وصلنا لها، لأن إحنا تمكننا إن إحنا نعرف العنصر المشابه للعدد الذري للعنصر اللي الميتوكوندريا سامحة له أصلاً بالدخول، اللي هو عنصر الكارنتين. عنصر الكارنتين الميتوكوندريا سامحت له بالدخول، وله يعني له شتل كارنتين شتل يدخل فيه، فالتورين مشابه له، فقدر التورين يدخل يركب على هذا الشكل ويدخل، لأن احنا اخترناه يكون بنفس العدد الذري ومشابه له، ففعلا التورين يدخل. لكن لأن التورين مش مضاد أكسدة عالمي قوي، أضفنا مع في المركب الألفا لبويك اللي هو أقوى مضاد أكسدة عالمي، بحيث الاثنين يشتغلون على التورين يقدر يدخل، فيدخل التورين يشيل السميات ويطلع من الميتوكوندريا يستقبل الألفا لبويك وخلصه من السميات ويدخل ثاني مرة. العملية تتم ذي آلاف المرات في اليوم مع استخدام هدى لايف، حيوفر لك حتى فيتامين سي مركب الألفا لبويك يجدده في جسمك 5000 مرة. يعني فيتامين سي اللي ناخذه من الصيدلية مش كامل، هو قشرة، هو أسكوربيك أسيد، لكن لو أكلت ليمونة وأخذت هذا الدواء يعني اي خضار فيه فيتامين سي حي هو حيسوي له بلاتش. هنا برضو ملخص ان الثلاث حالات اللي هي سبب فقد النبات الشباب واعراض ظهور اعراض الشيخوخه وتقدم العمر هي الكبريت، هي قصدي نقص الكبريت والتورين والليسين، لكن الثلاثه المسؤولين هم الكولاجين والميتوكوندريا وعوامل النسخ، ولكن الأكثر الكولاجين. الكولاجين 75%. أيوة. نيجي هنا الفكرة كيف هنا الكولاجين ممكن يأثر على البشرة، نشاط الكولاجين، هشاشة العظام واحتكاك الركب، جمعناها كلها حطيناها في مكمل هدى لايف. وطبعا السبب الأساسي لو شفت الصورة اللي فوق هو الأمعاء، الأمعاء حصل فيها فقدان للامتصاص بعد سن 40، يبدأ ويتدرج يعني. طبعا في الوراثة تلعب دور، في ناس يبتدي النقص عندهم بعد 50، في ناس عند 40 في الأمعاء، يعني الأمعاء هي يعني الأول نقطة. أنا ثار انتباهي هاي الصورة دكتورة اللي هي في الزاوية تحت، جلد العجوز وجلد الشاب. أيوة. يبين فيها كيف الكولاجين هون له دور، كيف الكولاجين هنا لأن فقد الترابط، فقد الكبريت، فقد الترابط، عنصر الكبريت قل. ليه يفقد الكبريت؟ أقول لك ليه، لأن الإنسان مستمر يسحب كبريت من العظام ويسحب من الكولاجين. ليه؟ يبني الشعر، يبني الأظافر، حتى الإنسولين اللي كونه في جسمه يحتاج كمية كبيرة منه فيستهلك، فإذا ما أخذ الكبريت في الأكل حيأخذه من الجسم، على ما يوصل 40 يبتدي بقى يحس بنقص الكبريت، على ما يوصل 50 يزيد هذا الشيء، والأمعاء في نفس الوقت تعمل دور ثاني إنها إيش تقل امتصاصها. فصار عنده مشكلة يعني الإنسان هنا. إذا المختصر أنتوا وضعتوا هاي الأربع مكونات. أيوة. الكبريت والتورين واللايسين والألفا ليوكاسيد وضعتوها في هدى لايف. بالضبط. وبالتالي هي أولا بتساعد الكولاجين يعيد وضعه الطبيعي،
والخاصية النيو كهربائية اللي حكيت عنها بيزو إلكتريستي. أيوة. والشغلة الثانية الميتوكوندريا بنظفها، تنتزع السموم. أيوة تنتزع السموم. والشغلة الثالثة طبعا الراديكال اللي موجودة في السموم هاي بحللها فبتصير أنتي أوكسيدنت. أيوة يعني السموم هذه طبعا جاية من أشياء كثيرة، الصبغيات اللي ناكلها في الأكل غير العمليات الحيوية اللي نقوم فيها يعني طول الوقت والحرق المستمر والدكتور أنت عارف الأكل الآن أصبح يعني حتى الأكل اللي بنعتبره صحي أيوة. ما هو مبني هرمونات وجينات ويعني بالضبط هو أصلا يعني هو أصلا ما الزراعة نفسها يعني قلت الكفاءة في جودة النبات نفسه أصلا فالله يعين بعدها هذه الفكرة ملخصة إن بعد 40 عناصر الغذائية لازمة تنقص فتطلع الهدى لايف يعطيك الوقاية من قبل ما يحصل شيء ممكن تأخذ واضح عظم هنا هش وبعدين في هذه فكرة حلوة إن أنت جاي تعالج الهشاشة تلاقي نفسك رجعت لقوتك يعني في أشياء كثير من اللي خذوا العلاجون الاحتكاك لاحظوا حاجات يعني حصلت ثانية لأن هو نفس الكولاجين هو اللي يبني كل شيء يعني متكامل مع بعضه إذا هو صلح الكولاجين صلحت أمور معاه كثيرة فهو الهشاشة وأعراض تقدم العمر وجهان عملة واحدة تقريبا يعني في آية في القرآن تقول يعني اللهم اشتعل وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة يعني ارتباط الوهن العظم بمظاهر الشيخوخة الأخرى سبحان الله يس يعني في الكبر يعني ربط لك الوهن العظم هو الهشاشة ومع مظاهر الشيخوخة هي لأنها لها عامل واحد يعني إحنا تقريبا نضرب عصفورين على الأقل في حجر واحد أي ثلاثة مو عصفورين ولا ثلاثة كثير يعني هشاشة مع أعراض تقدم العظم مع كل العصفورين اللي عندك هنا تقريبا الفائدة الفوائد اللي هي للعلاج لخصناها أنه يفيد في هشاشة العظام ألام المفاصل أنسجة القلب المخ صلبة العين يمنع حتى الكوليسترول على فكرة يمنع أكسدته يعني أنت عارف الكوليسترول الحين الناس شايلة هم الكوليسترول ودواء الستاتين وفعلا الكوليسترول يطلع عند كل الناس في الكبر يعني ما هو بالشيء الخطر والمستيار يعني الخطر الكوليسترول لما يتأكسد يترسب فأنت لازم ما تخليه يتأكسد فهذا أيضا العامل الأكسدة اللي هو الألفا لبويك العامل المضاد الأكسدة القوي برضه حيمنع أكسدة الكوليسترول وبعدين للعلم يعني أن الكوليسترول لازم الواحد عشان ما يتأكسد يبتعد عن التدخين يعمل رياضة يعني حاجات ياخذ فاكهه تفاح الصباح هذا مفيد في حكايه انه يمنع اكسده الكوليسترول فبدال ما تاخذ ستاتين المضر ممكن يساعدك هذا في انه مش يخفض الكوليسترول يمنع اكسده لان الكوليسترول زيادته ما هي مرضيه هي زيادته لو كان انت لو تاكسد مش كويس فانت لا تكون خامل وقاعد لازم تتحرك وتبتعد عن الاشياء اللي هي دخان طيب بعدين يحسن الخلايا العصبية أيضا في المخ يساعد اللي يبتدى ينسى كذا هيحس بالتركيز أكثر يعني طبعا السكر برضو في ناس أخذوه كان عندهم سكر ويأخذون حبوب فإحنا وصلناهم حتى مكتوب عليه هنا السكر لازم نتابع مع الدكتور لأن ذا حينزل حيحسن مستوى السكر اللي عنده السكر مثلا خاصة تايب 2 هذولي واللي في بدايته وبعضهم تحسن السكر لأنه قليل عنده فيروح السكر لكن لو كان ياخذ علاج حيقلل العلاج لانه يحسن وضع السكر فعلا في الدم طبعا انا شايف في جزء من السلايد عن فيروس كورونا ايوه هو كويس فكرتني هو لانه يبني جميع الانسجه فالرئه تعتبر من الانسجه المستقبله لفيروس كورونا ومش طبعا. فيروس كورونا سلالاته والفيروسات التنفسيه كلها لها مستقبلات في الرئه لما الإنسان بعد 40 تضعف فيقدر يخترقها الفيروس فبفضل الله يمكن الحين 500 مستخدم للعلاج ما في أحد منهم أصيب بكورونا بفضل الله الحمد لله ولكن هذه الحقيقة ذكرتها جامعة هارفارد
وكتبت عنا اللي هو مركب الليسين اللي فيه، كتبت عنا ان هذا فعلا وفعلا ترى يعني كل الكلام اللي يقول لك مجرب 100% ان هو. بس انتم ما عملتوا اي ابحاث على فيروس كورونا الان؟ هم عملوا يعني، احنا ما عملنا بس هم عملوا على، شوف المكمل ده كل العناصر اللي فيه معمول عليها ابحاث وماخذ عليها براءه، يعني ماخذ عليها ان لا مضر لها، جميعها كلها اجريت عليها تجارب قبل كده. والحكايه فيروس كورونا هذا للعنصر الليسين، عنصر الليسين يستخدم في تايلاند كوقاية للكورونا، وعملت عليه هارفارد دراسة وقالت هذا الكلام وأثبتوه يعني، وهو موجود. فيعني ما نحن محتاجين إن احنا نعمل، لأن مش العناصر اللي فيه مش جديدة، العناصر مدروسة ومعروفة وأخذنا عليها تصريح بكل ما كتب عنها. فإحنا نتكلم من واقع فعلا دراسات تمت وأجريت أوريدي. فضل يعني انتوا بس جمعتوهم كومبينيشن مع بعض تقريبا، بس بنسب معينه، مش كلها كانوا يعرفون مدى تاثيرها، يعني ما كانوا يعرفون عن اللايسين وعلاقته بالكولاجين، ما كانوا يعرفون عن كهربيه الكولاجين. طبعا العلم يشد بعضه، انت تقعد تسوي تقرا وكذا، ولما من اختراع لاختراع انت تبقى اخر اختراع، يعني انت تاخذ ما وصل اليه الاخرين وتكمل. هي اكيد 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 هذا هو العلم دكتور. أيوه، هذا هو العلم. هذه الفكره الحمد لله احنا أكرمنا الله بأن احنا سبقنا إلى معلومة جميلة جدا احنا استفدنا منها وأهلنا استفادوا، يعني الحمد لله لا كحة لا أي نزلات برد أبدا، يمكن أكثر من 3 سنين حقيقة أنا يعني ما حسيت فيها، يعني ما شاء الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا عليك بردة. كل اللي استخدموه بفضل الله يعني ما جاهم هذا الشيء بفضل الله الحمد لله. طب دكتورة يعني في سؤال يمكن أي واحد يسأله، كم حبة بأخذ باليوم وكم حبة في العلبة؟ وهذا طبعا أنا شايف هون وزارة الصحة الكندية هيلث كندا، لو تعطينا بس الدوز تبعه قديش مدته؟ شوف هو الدوز 3 حبات في اليوم بعد قبل الأكل، يعني تأخذه قبل الفطور حبة، قبل الغداء حبة، وقبل العشاء حبة. بعدين هو يعني 90 حبة عملناه عشان يصير، يعني لأنه يحتاج مداومة، يعني يحتاج على يعني لازم بحس فيه المريض في الشهر، فهذه المدة شهر، هذه المدة شهر فيها 90 حبة وهي 3 حبات باليوم بس. 28 دولار تقريبا موجود على أمازون، 28 يعني ثمن بسيط جدا المكونات اللي فيه. هنا التليفون لو احد حب يستفسر عن اي شيء، وطبعا هذه الترخيص وزاره الصحه ورقم براءه الاختراع الحمد لله، والشركه اللي صنعت المنتج المصنع والحمد لله يعني الحمد لله. اي معلومات اسئله او شيء طبي دكتور حسام يجاوب عليها ان شاء الله ان شاء الله. طبعا دكتوره يعني صراحه البرزنتيشن رائع والموضوع مهم جدا جدا جدا، وزي ما حكينا يمكن في بانديميك اسمه الان كوفيد 19 والكل مهتم فيه، بس في بانديميكس اكثر للاسف احنا مش مهتمين فيها وبتاثر كثير على صحتنا، منها الهشاشه ومشاكل الكولاجين. ايوه فعلا، والحل بسيط، والحل وللاسف ان في حلول خطا ماشيه، هذه نقطة مهمة جدا. يعني احنا بجد انا يعني احب اني دائما عندي احساس اني ابي انقذ الاخرين، فهذا هو يعني الشغل اللي احنا نشتغل عليه. بابليك هيلث دائما يحاول انه ينشر الفكرة الصح، لكن القناة يعني اعطتنا هذا الفرصة واحنا شاكرين جدا لكم ان سمحتوا لنا اليوم ان احنا نطلع للناس. احنا تشرفنا دكتورة بوجودكم، واكيد اكيد يعني احنا داهمنا الوقت، ولكن أهمية الكولاجين في جسم الإنسان خاصة بعد الحلقة الماضية اللي كانت مع الدكتور حسام واللي تحدث فيها عن الموضوع، عن موضوع الهشاشة تحدث بشكل أكبر، لكن وجدنا أنه لازم نركز على موضوع الكولاجين لأنه هو مرتبط ارتباط شديد بكثير من الأمور. زي ما حكينا أنا طلعت مش عصفورين، أنا شفت 6-7 عصافير ضربناهم في هودا لايف. فإن شاء الله رب العالمين نتمنى للجميع الصحة والعافية، نتمنى لهم دائما يكون كولاجينهم كويس وبشرتهم حلوة،
لأنه الجسم السليم هو اللي بيطلع بشرة حلوة، مش الدهون والكريمات التي تدفع لشركات كبيرة على الفاضي يعني للأسف. الحين الناس مهتمين يبون طريقة كيف يعيش أطول وبصحة أطول، كيف إنه ما يفقد صحته. فيعني الحين هذا كلام يعني حكي العصر، الحين الكلام عن الطاقة وعن الكولاجين وعن الميتوكوندريا. فإن شاء الله إذا في أسئلة طبية، في لأن في ناس كانوا يسألون عن الكورتيزون، كورتيزون في وتأثيره، يعني في كذا سؤال ممكن الدكتور حسام يجاوب عليها من ناحية. أنا إحنا أكيد إذا في أي شيء هنتركه، بس موضوع دكتور حسام هنستضيفه مرة أخرى إن شاء الله في حلقة قادمة، هنتكلم فيها عن المشاكل العظام بشكل عام، لأنه قد تكون كثيرة وخاصة المفاصل والعظام، لأنه هذا موضوع مهم جدا ومثير للجدل. لكن للأسف الوقت عم بداهمنا الآن. أنا بدي أشكرك مرة ثانية دكتورة هدى على وقت الثمين، بدي أشكر دكتور حسام على مجهود الرائع في هذه البراءة، وأنت كمان أيضا لأنك جزء من هذه البراءة. بارك الله فيكم، ونتمنى للجميع الصحة والعافية، ونراكم إن شاء الله رب العالمين في حلقات قادمة. الله يسلمك.